خسرنا أرباح التي هي أفضل من كل الإعمار. خسرنا مدينة الزهر والياسمين والورد والموحشة خضرتها الفواح. أنا مكلم فيك توا من مكان وين ما أنا مأجرة، عيلة المبروك التوسكي، شارع بالكامل خسائر فادحة بصراحة في كل مكان، المغار، الأحياء، الجبيلة من فوق، شارع الفنار، شارع الفتاشات، بصفة عامة المدينة كلها بالنسبة للوسط البلاد ما نحكوش عليه. فيعني أنا من الناس اللي نجيت بعجوبة، جيراني نجي بعجوبة والحمد لله، لكن زعلانين عن الناس اللي فقدناهم. هذه أعلى فوق. وصلنا. أنا جونا فزعة، فزعة وطن من كل الوطن فعلا، من كل الدول، عرب أجانب. والأجمل ما فيها إنها كانت لمة الليبيين، هو أنا تمنيتهم يلتموا دارنا عامرة، ما تمنيتهمش وهي دامرة، تمنيتهم وهي كانوا معمرينها بمنتجعاتها بكل شيء جميل في دارنا، يجيبولها وهم تتم لهم دارنا. هذه أعلى فوق.